بالنسبة للدعم الآن للمنتخب السعودي، كلنا طبعا خلف المنتخب، وكلنا طبعا في ناس يفهم الدعم، يعني الدعم مش بس مدح مدح مدح، لأنه بعض المدح ترى يضلل، صح ولا لا؟ يعني أنا أمدحك مثلا في شيء ما تستحقه، إيش حيصير؟ حتستمر تراخي. في الخطأ، مضبوط؟ صحيح. بالضبط. فبالعكس، أنا لما أجيب أخطاء أنا بدعم، مضبوط ولا؟ ترى بدعم بقوة، صحيح صحيح، لكن قد يضللك بالضبط. يعني انا اليوم واحد من شخصيه ما بقول اسمها، شخصيه معروفه، بيكلمني يعني قري مقالات وكذا، يقول لي يا اخي شايف في ناس شغالين مدح مو طبيعي هذه الايام. قلت له طيب عادي يا اخي. قال لي في ناس لفتوا نظري، كانوا يعني يعدوا يوزنوا في الموضوع، نقد بناء، مره يقول سلبيات مره ايجابيات، الان كله مدح. قال لي حاس انهم يعني انهم لو مدحوا حياخذوهم على قطر، يعني المسؤولين، يعني حسب كلامه يعني. فقلت له لا تسيء الظن في الناس، بالتاكيد يعني ان شاء الله هذا غير موجود يعني. فاحنا ما نبي نوصل لهذه المواصيل، بالعكس النقد البناء المحترم هو الذي يوصل المنتخب صحيح. ان شاء الله تعالى، لانه يوم اول مع اول سنتره في كاس العالم المنتخب هذا جاهز فنيا ومعنويا وبدنيا، ويعطي افضل ما عنده، وبعد كذا النتائج بيد الله. هذا اللي نبغاه.